أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات تتطلب تكثيف التعاون المشترك. وخلال كلمته في افتتاح القمة أضاف ولي العهد السعودي أن التحديات البيئية وعلى رأسها التغير المناخي تقتضي التعامل معها بواقعية، لافتا إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم بسبب جائحة كورونا تتطلب تضافرا للجهود الدولية. إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها. ونأمل أن تأسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الجيوسياسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي، كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها تغير مناخي وعزم المجتمع الدولي على إبقاء درجات حرارة الأرض وفقا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية والاستدامة.